ورجعنا لكم بعد الفاصل، وتملي بنقول عام سعيد، عام 2021. إن شاء الله هنودع 2020 بكل كوارثها، بكل حلوها، بكل مرها اللي فات، وهنبتدي عام جديد 2021 قريبا، ونتمنى إن نشوف مصر بلا أمراض بلا أوبئة، وإن شاء الله كل المصريين تحاول إن هي في الفترة اللي جاية تتعاون، ونحاول إن احنا نقضي على كورونا بالتعليمات والإجراءات الاحترازية اللي موجودة، وإن شاء الله نشوف مصر أجمل بلد في الدنيا كلها. زي ما عودناكم في برنامج أهل كايرو إن احنا تملي بنستضيف المواهب الصاعدة، فالنهاردة هيكون معانا موهبة صاعدة، هيكون معانا مطربة صاعدة، بس هيكون ليها طبعا، هسيب طبعا الآراء ليكم في الآخر. هنسمع صوت النهاردة، صوت كويس، صوت جميل، وسعدنا النهاردة يكون معانا الأستاذ إسلام ديار. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. مخرج كليبات طبعا ومنتج كليبات حبيبي، فاحنا سعداء ان انت موجود معانا النهارده. انا اكتر والله. في برنامجنا، وتملي ان احنا بنشجع الشباب، وتملي ان احنا استضفنا اسلام اكتر من مره حبيبي. بس كان اسلام معانا كان مطرب، والنهارده هنسمع منك برضو حاجه، وهنسمع الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا واللي متعودين ان هم معانا في كل ما هو جديد، في كل موهبه صاعده بنقدمها ليهم من خلال برنامجنا. بين النهارده سعداء بيك النهارده يا صافي ان انت موجوده معانا، وسعداء اكتر ان احنا هنسمعك، والساده المشاهدين اللي بيشاهدونا هيسمعوا صوت جميل، صوت كويس. ففي البدايه كلمني بقى اسلام عن الكليب وعن صافي، وازاي ان انت اكتشفت صافي، وازاي ان انت ابتديت ان انت تنتج لها، وعايزين نعرف دور الشباب ايه اليومين دول. حبيبي والله استاذ تامر، انا سعيد جدا اولا بيك، وكل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين كلهم طيبين. ويعني صافي من الاصوات الكويسه جدا وعندها موهبه بجد كويسه، بس لسه مش ظاهره، واكيد ان شاء الله الفتره الجايه هتوصل وهتبقى قد الثقه اللي انا مديها لها، والناس كلها واثقه في كده بامر الله. وفي اصوات كتير برضو انا بقدر بحاول ان انا اقف جنبيهم واساعدهم، علشان هم فعلا محتاجين ده. حكيت بقى كنت بغني الاول وانت احرجتني والكلام ده. انا دراستي فعلا دراستي انا اخراج اصلا، وبشتغل جرافيك ديزاينر وموشن جرافيك و3 دي، لكن انا دخلت في حكايه المزيكا دي. دي كانت هوايه، كنت انا اتعلمتها هوايه ودرست مزيكا علشان اعرف اشتغل كويس. يعني انت دراستك في البدايه دراستي اصلا اخراج. طب وايه اللي دخل الاخراج ساعتها للطرب؟ لاني كنت لا انا بشتغل في المزيكا من ايام من ايام الاعداديه، فطبعا شيء طبيعي. يعني حد من خلال الدراسه وانا بدرس في اعدادي وثانوي، وكنت يعني بشتغل في المزيكا، اكتشفت ان عندك موهبه في الغناء من وانت في ثالثه اعدادي. هو اقل من كده، مش موهبه غناء، وانا كنت عادي يعني، الموضوع ما كانش بالنسبه لي، كنت معتبره موهبه. طب انت كنت شايف نفسك في الاخراج اكتر ولا في الغناء؟ لا كنت شايف نفسي في الاخراج اكتر، والدليل ان اول ما اتخرجت بدات ان انا اسيب خالص المزيكا واشتغل في الاخراج، بس بقيت انقي الاصوات الكويسه اللي ما حدش عارف يستغلني فيها، بقيت انا احاول ان انا اعوضها للناس. يعني ما قدرتش حد تعمله لنفسك؟ بالظبط، بحاول اعمله في الجيل اللي طالع والاصوات اللي تستاهل ان انا فعلا اقف معاها واساعدها. امتى بقى حسيت ان صافي اكتشفتها ان صوتها كويس، وان هي تنفع ان هي مثلا تكون مطربه، او صوتها تنفع انها تقدمها في كليب او اغنيه بقلب جامد وبثقه جامده؟ صافي انا عرفتها عن طريق الشركه عندي، كنت عامل مسابقه كده للاصوات تختبر فيها ناس، صافي كانت من ضمن الناس، وهي كانت هي اللي كسبت المسابقه، فانا وعدتها فعلا ان انا هقف معاها واحاول ان انا اظهرها على قد ما اقدر، وبعدين ماشيين في الطريق اهو. ان شاء الله بنحضر اغنيتين وكليبين للسنه الجديده ان شاء الله، وبامر الله يعجبوكم. وهي النهارده هتقول حاجه حصري عشان ان شاء الله في الفتره اللي جايه نشوف صافي اكبر مطربه موجوده على الساحه واشهر مطربه باذن الله. وعايزين نعرف بقى من صافي، امتى حسيت ان انت عندك الموهبه وموهبه الغناء، وامتى حسيت ان صافي من جواها يعني صوتها كويس؟ وانا بغني من وانا صغيره، بس فكره ان انا بدات ان انا ابقى عايزه احترف الموضوع وكده، انا كنت يعني خايفه، انا كنت حابه ان انا الدراسه اكملها وكده برضو، فلما خلصت الدراسه حسيت ان انا لا، محتاجه ان انا اكمل في الحاجه اللي انا حباها، ان انا نفسي ابقى مطربه باذن الله، فقررت ان انا ان شاء الله ان انا اسعى ورا الحلم بتاعي. من اول ما سمعتك قال لك ان صوتك كويس؟ هو انا على طول بغني في البيت يعني، فهم في اول واحد سمعك وقال لك انت صوتك كويس ممكن تغني وتنمي موهبتك؟ يعني هم اخواتي اللي كانوا على طول بيساعدوني، هم اصلا اللي شجعوني ان انا لازم امشي ورا حلمي واسعى عليه يعني.
طيب مين القدوة لصافي في الغناء اللي هو موجود على الساحة دلوقتي أو من اللي هو زمن الفن الجميل؟ من زمن الفن الجميل أم كلثوم طبعا وشادية، بحبهم جدا. ودلوقتي طبعا في أصوات تانية كتير جدا جميلة زي شيرين وأنغام وأصالة، أصوات طبعا. طيب أنا لو قلت لصافي بالنسبة إحنا شفنا في الفترات اللي فاتت كان في غناء كتير وشفنا أنواع من الفن كتير وشفنا أكيد شفنا يعني أجيال، كل جيل بيختلف عن الجيل اللي بعده، أكيد فشفنا الفترات اللي فاتت أجيال مهرجانات وأجيال ده وده وده، فإيه رأيك في فن المهرجانات وفي الفن اللي إحنا كنا بنشوفه عموما في الفترات الأخيرة اللي شفناها دي؟ وانا بصراحه يعني انا ما بسمعش بصراحه المهرجانات، يعني انا بحب اسمع القديم بس. يعني انا بحب اسمع محمد فوزي، شاديه، ام كلثوم يعني انت النهارده هترجعينا وهترجعي جمهورنا لزمن باذن الفن الجميل. ان طب شاء ايه الله. رايك تسمعينا حاجه النهارده من زمن الفن الجميل وليكن لام كلثوم؟ ماشي اوكي تمام نسمع مع بعض. اوكي ظلم الحب الكل أصحابه، وأعرف حكايات مليانة آهات، وأعرف حكايات مليانة آهات ودموع والعشقين حبيتك، معرفش ازاي يا حياتي، وقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي، معرفش ازاي انا حبيتك، معرفش ازاي يا حياتي، من همسة حب لقيتني بحب، لقيتني بحب وادوب في الحب، من همسة حب لقيتني بحب، لقيتني بحب وادوب في الحب، ادوب في الحب وصبح وليل وليل على بابه. جميل ما شاء الله، احنا النهارده سمعنا فعلا صوت جميل من زمن الفن الجميل، بقالنا كتير ما سمعناش اغنيه جميله، مع انه ام كلثوم احنا بنسمعها على طول، وتملي بنسمع الفن الزمن الجميل وكاننا لاول مره برضو بنسمعه دايما، لاننا تعودنا دايما على الفن الجميل وفن زمن الفن الجميل. احنا بنشكرك طبعا يا يمان النهارده واسلام النهارده ان انت النهارده سمعتنا طبعا يعني موهبه جميله وسمعتنا صوت جميل النهارده. شكرا لك. وانا يعني شايف ان الشباب هي تملي الفتره اللي فاتت كانت بتسمع حاجات كتير، كنت واخد فكره عن الشباب ان هي هو ده خلاص ده اخر الجيل بتاعنا اللي احنا هنسمعه المهرجانات واللي احنا بنسمعه والدوشه والدبه والحاجات اللي احنا سمعناها والالفاظ الخارجه وده وده،
بس النهارده انت فاجئتني فعلا ان انت فعلا يعني عندك ذوق جميل في الفن، وعندك ذوق جميل ان انت تختار الاصوات وتختار ازاي ان انت تبتدي ان انت تنشأ الزمن الجميل اللي احنا بقالنا فتره ما سمعناهوش في موهبه زي صافي. حبيبي الله يستمر. بص انا مش ضد المهرجانات خالص، ولا ضد اللي بيغني مهرجان، انا ضد بس الفكره انك ان تغني المهرجان بشكل سوقي شويه، يعني ان هو انت هتتكلم بالفاظ في حاجات خارجه، بالدليل ان في اغاني مهرجانات مكسره مصر كلها وهي واخده رقم واحد على مستوى العالم في محركات البحث على جوجل. احنا تمام، مش ضد الفن، ولكن احنا ضد كل ما انت قلت برضو الالفاظ اللي هي الخارجه كده. لان الالفاظ الخارجه دي انت المفروض ان دي رساله بيأديها الفنان لجمهوره، فبيسمعها الطفل وبيسمعها الكبير وبيسمعها الصغير. المفروض ان انا اسمع منك كرساله، ان انا ابتدي ان انا يعني اسمع كلمات كويسه، اسمع الفاظ كويسه، انما انت بتخليني اسمع الفاظ اطفال بتسمعها بتكتسبها بتبتدي ان هي تغنيها بتبتدي ان هي تقولها، فده يعتبر مش فن. وطبعا احنا كلنا ضد اي الفاظ بليها، ولكن احنا مش ضد الفن اللي هو فيه كلمات ليها هدف ليها رساله بيأديها للمجتمع بتاعه. انا بتمنى بس ان كل موهبه عندها صوت كويس، يعني ما دام انت صوتك كويس ما تجبرش نفسك تغني مهرجانات، غني بقى. تمام. انا عارف ان انت في سرعه الانتشار صعب شويه زي ما صافي بتعاني منها، على وصوتها كويس جدا وغيرها كتير جدا، عندي اكتر من مطرب ومطربه صوتهم كويسين جدا 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 وبيعانوا برضو من قله ظهورهم الكتير زي المهرجانات، والدليل في منهم بيقول لك انا عايز اغني مهرجان عايز اغني شعبي عشان اوصل، بس مش ده الصح. انا عندي سؤال برضو، يعني انا في اول ما قعدت معاك النهارده واول ما قابلتك انا سالتك سؤال وانت قلت لي انا بطلت اغني. أيوة. يعني انا كنت سمعتك قبل كده وكان صوتك كويس، فانت انا عايز اعرف انت بطلت تغني ليه؟ لا يعني بص مش مساله بطلت اغني ليه، هو انا شايف يعني انا عايز اركز في حاجه واحده علشان اقدر اقدمها، مش عايز اشتت دماغي واشتت الناس ده بيغني ولا بيخرج ولا بيمنتج ولا بيعمل ايه. بمناسبه السنه الجديده عايزين نسمع الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا حاجه اسلام ديار، وانا بالنسبه لي عايز اسمع اسلام ديار عشان بقى لي فتره ما سمعتوش، هتسمعنا ايه النهارده؟ صمم تحرجني. لا انا عايز اسمع صوتك لان فعلا صوتك جميل، وانا يعني من معجبين ان انا كنت بحب اسمع صوتك يعني، فانت يعني عايزين برضو الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا تسمعهم حاجه معانا النهارده. طيب لو هغني هغني حاجه كلاسيك وحاجه من كلماتي ولحني ومن جوايا. ماشي، احنا عايزين نسمع اسلام ونبهر جمهورنا النهارده بيه. فرحانه. ماشي. ملكة جمال عيني، ملكة جمال الكون، حضنك يدفيني وينسيني الهموم. ملكة جمال عيني، ملكة جمال الكون، حضنك يدفيني وينسيني الهموم. ده انا الغريق اللي اتعلم في عينك العوم، وانا الحبيب اللي اتكلم من اول يوم، يا اسم مكتوب في قلبي من زمان، يا هدية غالية عندي من الرحمن، ياللي وجودك في حياتي غير ضحكتي ورسم لي بإيدي طريق وملالي دنيتي. جميلة وانتي متضايقة وأجمل وانتي مبسوطة، حرية نازلة من الجنة وعايشة بشكل بنوتة. احنا سعيد النهارده ان انا بسمعك، وكنت هزعل قوي النهارده لو انا ما سمعتش اسلام ديار، لاني بقالي فتره ما سمعتش اسلام، وانت زعلتني لما قلت لي انا بطلت اغني، فانا بقول لك شوف شغلك اللي انت شايف نفسك فيه ان انت ناجح فيه، وبرده موهبه الغناء انا شايف ان انت كويس فيها، فحاول توفق بين الاثنين يعني. ان شاء الله يكون لك مستقبل. اللي انا ما عرفتش اعمله، اللي ما حدش عارف يعمله معايا، انا اقدر اعمله مع الاصوات اللي معايا. عندي اكتر بجد من صوت، انا محتاج ان انا فعلا بقف عنه بكل قلبي بجد. ربنا يوفقك يعني ونشوف كده جيل على ايدك يكون موجود الفترات اللي جايه نسمعه زي صافي. وانت خدتنا بقى بعيد بقى، ايه رايك في اغنيه ام كلثوم اللي غنيتها صافي؟ شابوه.
يعني بجد يعني كان لا ما ينفعش. بص انا يعني شهادتي دايما مجروحه مع صوتي او اي صوت انا بشتغل معاه. وانت اول ما اكتشفت صوتك فانت بتقول برضو لازم اعرف رايك. اشتغلت برضو مع ناس كتير انا عايز اعرف رايك انت. صوفي هايله جدا طبعا. طب ده احنا سمعنا من زمن الفن الجميل. طب ايه رايك بقى نسمع من الفن اللي هو الحديث؟ اتمنى تسمع حاجه من انتاج شركه ايدي ميديا. ونشوف برضو حسن يعني نشوف اغنيه مثلا من اللي موجودين على الساحه في الفترات دي. من برضو في مطربين كتير موجودين برضو قصتهم جميله ونسمعهم. فايه رايك لو سمعتينا عاشق سارح؟ اوكي ماشي. يعني انا اخترت الاغنيه دي بقى فعايزين حضرتك يعني تسمعنا. عاشق سارح في الملكوت ما يهموش العمر يفوت يدفع في الحرية حياته لو اتكتف للحظة يموت قلبه بيبرق زي الماس ولا يملك غير الإحساس غرقان في جروح وألامه وبيداوي في جروح الناس قلبه بيبرق زي الماس ولا يملك غير الإحساس غرقان في جروح وألامه وبيداوي في جروح الناس بايع قلبه للي يحبه وما عندوش في الحب شروط عاشق سارح في الملكوت ولو اتكتف للحظة يموت طرف السما وملوش عنوان وفي ايده خاتم سليمان كان عايز بالضحكة يغير ويدوب كل الأحزان عاش الحلم كأنه حقيقة وافتكر ان الدنيا بريئة من طيبته سلم لحبيبته وحبيبته بتبيع في دقيقة فوق وتحرر من أوهامك ده العمر بيخلص قدامك الطير مش هيطير في جهنم ومفيش سمكة بتعشق حوت عاشق سارح في الملكوت ما يهموش العمر يفوت يدفع في الحرية حياته لو اتكتف للحظة يموت يا صافي احنا بشكرك يا صافي النهاردة ان انت سمعتينا صوت جميل وسمعتينا احساس جميل. فاحنا النهاردة اسلام ايه اللي انت محققتوش في 2020 تتمنى تحققه في 2021؟ ما حققتوش في 2020 حاجات كتير. ايه من اهمهم؟ من اهمهم فعلا مش عارف مش مجمع بس حاجات كتير. يعني كان نفسك تحقق ايه ما قدرتش تحققه في 2020 تتمنى تحققه في 2021؟ اني اظهر كل الناس اللي يعني او اساعد كل الناس اللي انا فعلا اللي هي محتاجه ان انا اساعدها. هو طبعا انت قدمت لنا موهبه جميله 2021 ونتمنى ان انت تقدم مواهب كتير وكتير زي صافي تكون موجوده معانا في الفترات اللي جايه. وهنقول لصافي برضو احنا عايزين بقى يعني سمعنا ليكي حاجه لام كلثوم طبعا وسمعنا حاجه جميله برضو عاشق سارح وعايزين نسمع حاجه حصري بقى لصافي تكون في عجاله لان احنا وقت البرنامج انتهى مع ان احنا نتمنى ان احنا نكون معاكم على طول طبعا ان شاء الله يكون لنا لقاءات على سريع بس في دقيقه بقى يعني حاجه حصريه. اوكي انت مش ناقصك مشاعر انت محتاجه الامان ركن مركون جوه منك بحر مليان بالحنان
انت مش ناقصك مشاعر، انت محتاجة الامان، ركن مركون جوا منك، بحر مليان بالحنان، بس جرحك صعب عندك، خايفة من غدر الزمان، بس جرحك صعب عندك، خايفة من غدر الزمان. احنا بنشكرك النهاردة صافي، وان شاء الله يكون لينا لقاءات تانية عديدة بإذن الله، ونشوفك يا رب أكبر وأشهر مطربة في العالم العربي، وإحنا سعداء إن إحنا سمعناك النهاردة والسادة المشاهدين طبعا، وسعداء بيك النهاردة بالإسلام، وإن شاء الله يكون لينا لقاءات تانية كتير إن شاء الله. مرسي لحضرتك، وتملي بنقول في آخر في نهاية كل حلقة، اللي بيحب مصر خاف على مصر، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. نشكركم. مشويات أبو عمار، شاورما، مشويات، سوري، طواجن، حواوشي، مكرونات، كريب، لحم بلدي 100%، أبو عمار، جودة، ثقة وأمان.